السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعين قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة النصر السعودي أمام الرائد السعودي، مباراة في الجولة 12، الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت بإذن الله تعالى 20/11/2021. متابعينا الكرام، النصر السعودي يواجه الرائد السعودي، المباراة الساعة 46 دقيقة ده توقيت مصر، 7 إلا ربع مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة معاد الساعة 47 دقيقة أو 8 إلا تلت مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن العراقي، بدأ توقيت مكة المكرمة. المباراة معادها أيضا الساعة 48 دقيقة أو 9 إلا تلت مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 45 دقيقة أو 6 إلا تلت مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 44 دقيقة أو 5 إلا تلت مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة اس اس سي سبورت 1 اتش دي 1 اس دي والاولى اتش دي والاولى اس دي، ومعلق المباراة حماد العنزي على الاتش دي وفهد الدريب على الاس دي. ملعب المباراة ملعب مرسول برك. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، توقع نتيجة المباراة في زر التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.